السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كنبغي نقول للناس ديال مدينة تمارة مبروك عليكم انطلاق الأشغال بشارع الحسن الثاني من المدخل الشمالي ديال مدينة تمارة في اتجاه طلعة ديال الشيخ الضاوي. وبالمناسبة وحنا في هذه الأيام ديال الأواخر ديال سنة 2023 كنبغيو ننوب المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها رجال الأمن والدراك والقوات والتعزيزات الأمنية اللي كنشوفها في مجموعة من النقاط. صراحة برافو، الله يسخر الأمور. هنا وحنا كنتواجدوا في مدينة تمارة في هذا الشجر هذا اللي كتشوفوه هنايا تمقص بالمزيان، على آمال أنه أو على أساس أنه إن شاء الله غادي يتحيد هذا الشجر من هنا. والأكثر من هذا، وأنا غادي في الطريق في اتجاه ولاد مطاع وفي اتجاه مركب الأمير مولاي عبد الله، وأكيد الجماهير العسكرية غتذكر معنا مجموعة من الأمور ديال الطريق هذه، فغادي نقطعوا بكم، غادي نقطعوا الاتجاه الآخر باش غادي تكتشفوا معنا التغييرات والأشغال اللي بدات هنايا. فكما كتشوفوا ودائما وحصريا مع أخوكم أيوب، فهنايا بدات عملية الحفر على الأشجار باش غتتم العملية ديال الإزالة ديالها من هنايا. مجموعة من الأشجار سيتم إزالتها من جنبات الطريق الوطني رقم 1 بمدينة تمارة. هنا كنهضروا على مدينة تمارة والتغييرات الكبيرة اللي غتعرفوا، وهذا الشيء كيبشر بالخير الإخوان، هذا الشيء كيبشر بالخير وغادي يعطينا مدينة بشوارع كبيرة عملاقة. تبعتوا معنا جميع كيفاش كانت الأمور في مدينة الصخيرات، وغادي ننتظروا كذلك عين عتيق وهنا مدينة تمارة اللي الكل كان كيتساءل إمتى غتبدا الأشغال في مدينة تمارة. فاللهم لك الحمد، الأشغال بدات في مدينة تمارة في الطريق الوطني رقم 1 بعد ما شفناه في مجموعة من النقاط المتفرقة. وكما كتشوفوا دائما العملية ديال الحفر متواصلة، وعندنا عملية هدم كبيرة هنايا ديال واحد المقهى اللي جات كتواجد في الجنبات ديال الطريق الوطني رقم 1. أكيد جات فيها الطريق، جات فيها التغيير، فالله يعوض ما حسن، الله يعوض ما حسن. ما سهلاش الانسان كيكون داير واحد البروجي ديالو، كيكون داير واحد الامور ديالو، كيجي التغيير، كتجي المصلحه العامه، كتجي امور، فالله يعوض ما حسن. هادشي اللي غادي نقولو هنا. كما كتشوفوا هاد الشجر كله غيتحيد، يعني غتولي عندنا طريق اخرى هنايا، غتوسع الطريق مزيان، غادي نشوفوا ممرات خاصين بالراجلين، غنشوفوا رصيف على اعلى مستوى، غنشوفوا عمليه التشجير. هاد المقهى اللي بدات صراحه كتحيد يعني اللوازم ديالها، واللي غنشوفوا عمليه الهدم ربما في الساعات القادمه، ربما في 24 ساعه او 48 ساعه القادمه غنشوفوا واحد عمليه هدم كبيره هنايا. فالاشغال انطلقات والاشغال وصلت لهذه النقطه هذه. الاخوان ديال الريضال راهم دخلوا على الخط، فكنتمناو كنتمناو من الله الخير والتيسير للجميع. الطريق المؤديه للاداره او المديريه العامه للامن الوطني هنا بمدينه تمارة، فهاد الطريق هذه كلها غتولي في واحد الحله جديده، غتولي في واحد الحله جميله ان شاء الله. فكما كتشوفوا معانا الاشغال انطلقات في مدينه تمارة، واللهم بارك، هادشي كيبشر بالخير وهادشي كيفرح. وحنا كنتواجدوا هنا في الجنبات ديال الشيخ الضاوي، هذه الطلعه ديال الشيخ الضاوي هنايا اللي كتطلع للسيكتور 4 و3 و5 و6 وباقي لي سيكتور. الاخوان فريق العمل هنا اللهم بارك، الخدمه مستمره على الطريق الوطني رقم 1 من طلعه ديال الشيخ الضاوي الرئيسيه حتى المشروع ديال اولاد مطاع. فكما كتشوفوا معنا الاليات اللهم بارك، انا الجي سي بي المعدات حاضره هنايا، الاشغال متواصله اللهم بارك. فكنتمناو من الله الخير والتيسير، والله يعاون العمال ديالنا اللي صراحه كيديروا واحد المجهودات كبيره، صراحه كيديروا مجهودات كبيره. عمليه الحفر انطلقات، واكيد مع هذه العمليه غتجي التغييرات، تغييرات مهمه، تغييرات مهمه قادمه ان شاء الله بمدينه تمارة. بعد ما غيدوز الفريق ديال الريضال غيدوزوا فرق اخرى ان شاء الله، وغنشوفوا تغييرات في مدينه تمارة. جميع النقط اللي فيها الاشجار غيتم ازاله هذه الاشجار هذه، غتوسع لنا الطريق هنا، غنشوفوا عمليه تشجير جديده، غنشوفوا شجر واحد اخر، غنشوفوا عمليه جاردناج اخرى ان شاء الله. فنتمنوا من الله الخير والتيسير يا ربي. كنقولوا لاصحاب السيارات، الاخوان السائقين والاخوات السائقات، ردوا البال، الله يجازيكم في الطريق،
ردوا البال لانه كاين الخدمه، كاين الخدمه اللهم بارك. وكما قلت لكم جايه عمليه هذا من المقهى الكبير اللي جات في الجنبات ديال الطريق. كلنا شفنا الزياره الاخيره ديال السيد الوالي اللي كان تمشيا على الاقدام واللي كان فيها الكيلومترات الاخوان طلقات من ولاد مطاع مرورا بدوار اهل الحارت في اتجاه مركز المدينه في اتجاه حي الزرق، من ثم الباشاويه، من الباشاويه ولاد مطاع مرورا بالشيخ الضاوي. فانا كما كتشوفوا معنا دائما الاشغال متواصله، فاللهم يسر يا رب، اللهم يسر. هادشي كيبشر بالخير، هادشي كله الاخوان غادي يتحيد. هاد الشجر هذا حتى هو غادي يتحيد. شوفوا معايا الاخوان، هادشي كله غادي يتغير. اللهم يسر يا رب، الله يسخر الامور والله يبدل بمحسن. كما كنعرفوا جميع فالمملكه المغربيه مقبله على تظاهرات كبيره، تظاهرات ضخمه ان شاء الله، سواء بالعاصمه الرباط او بعروسه الشمال او بالمدينه الحمراء، فنتمنوا من الله الخير والتيسير، او بالعاصمه الاقتصاديه او العلميه، فالله يسخر الامور. جميع ربوع المملكه الاشغال متواصله، فاحنا هنا في مدينه تماره كنحاولوا قدر المستطاع اننا نقربوكم ان شاء الله من اخر المستجدات واخر المعطيات المتعلقه بالاشغال. فكما كتشوفوا معنا هنا غادي نطلعوا في الاتجاه ديال الشيخ الضاوي حدا مسجد الامام علي المعروف بمسجد النخله. هنايا كنداز السيد الوالي اليعقوبي، كنداز هنايا وكانت عنده ملاحظات على الطريق هذه انها ضيقه واغلب الناس كيبلاصيو السيارات ديالهم فوق الطريق هنايا. هذا اشكال كبير، هذا اشكال كبير، ومن المبرمج ان شاء الله ان الطريق هذه غادي تدخل لنا شويه هنايا، غتولي الطريق مزيانه، الناس غتبلاصي تلقى فين تحط السياره ديالها، والطريق غتبقى مزيانه وكبيره. هذا هو اللي كاين. وكما قلت لكم المقهى اللي جات هنا في الطريق فهي هي غادي تشملها عمليه الهدم، واي حاجه جات في الطريق فغادي تغير ان شاء الله، ونتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع، والله يعوض بمحسن يا ربي. كما كتشوفوا معنا دائما وحنا كنتواجدوا في الجنبات ديال الطريق اللي غتعرف تغييرات مهمه، فالله يسخر الامور يا ربي. لا نعود في الموضوع ان شاء الله بعد ما غنشوفوا التغييرات الكبيره اللي غتكون في هذا المكان هذا. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انا كما كتشوفوا الاشغال وصلت لهذه النقطه، يعني غادي يدخلوا هنا في القهوه، يعني القهوه غادي تشمل عمليه الهدم. نتمنوا من الله، الله يعوض بمحسن الناس اللي كانوا خدامين هنا ويبدل يا ربي محسن. هذا هو اللي كاين، والله يسهل على الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.